إذن عدنان جستنية وهو يقدم أو يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد. الكاميرا الملعب كانت قد رصدت هذا الأمر، ثم بعد ذلك حديثه وتطلعاته وما الذي يحمله في ملفه لقادم الاتحاد. نتابع ماذا قال. كل واحد يسأل عدنان جستنية الإعلام كيف بيقدر، أعتقد أن هي بالنسبة لي تجربة حبيت أخوها زي ما بنخوض أي تجربة نحن كإعلامي بنكتشف أشياء. إذا ما أنت متفائل بالنجاح من عدم؟ لا، أنا بقول لك الحياة هي أصلية مغامرة، لو في حياتك كلها لابد تغامر وفي نفس الوقت يكون عندك الأمل والطموح في هذا. تركيبة نادي الاتحاد لما تجي من عام 1416 إلى وقت الحاضر اللي هو الداعم الأكثر لها كان عبد المحسن أيضا بعض أعضاء الشرف، أنا أقول أنه مجرد أنه هم يعني لو كانوا هذا ليس أنا أعتقد حتى إذا رأى أنا بالنسبة لي ما رحنا بعيد برضو أن هو اتحاد، وأتمنى له برضو التوفيق باعتباري أني أنا موظف في نادي الاتحاد النظام الترشيح للجمعية العمومية أو للرئاسة إذا صح، أنه لابد أنك تقدم استقالتك قبل العقد ب 24 ساعة وفي نفس الوقت تجيب إخلال طرف بأنه يعني ما عليه أي عهدة أو مستلزمات مالية في نفس الوقت. طبعا كمان أنا بالنسبة لي زكالية مخالصة الجوانب المالية، فهذه كلها الحمد لله كانت منتهية. مجلس إدارة؟ والله ما أخفيك بالنسبة يعني حرص أعضاء مجلس الإدارة أنه يكون بعد ما يكون ما هم من المعروفين يعني عشان أنا أقول لك أيوه لا أنا بقول لك لما تيجي تعرف نظام الانتخابات انه اول شيء يصير انتخاب الرئيس، بعدين اللي انتخبه مو ضروري انه انت تختاره، ممكن يجي حتى بالكامل من اعضاء مجلس اداره ثاني، فانا بالتالي احتفظ بالاسماء وفي نفس الوقت اذا الله اراد سواء من اعضاء مجلس اداره لان كلهم اتحادي يعني ما هم راحوا، في نفس الوقت ممكن استفيد من هذه الخبرات واضم على اعضاء مجلس اداره او يكون اعضاء مجلس اداره.